أجمل النصائح التجميلية على جيم تي في عربي. شوفوني على جيم تي في عربية. مع جيم تي في العربية. لكل مجتهد النصيب، والحمد لله احنا نبذل جهدنا ليس انتظارا للجوائز او التكريم، وانما هذا واجب علينا. اتمنى ان احنا كنا قمنا بدورنا، واتمنى ان الجيل اللي جاي يتعلم ولو شيء بسيط من الجيل اللي سبقه، وأن يستفيد من تجاربه، ولأنهم سيقودون الأمة وسيقودون المستقبل فيما بعد. طبعا الحمد لله رب العالمين، وهذا ما شيء جديد على الإمارات الحبيبة، ما شاء الله عليهم. وأنا أشوف هذا الشيء تكليفا أكثر من تكريما، لأنه إحنا الحين لازم نشتغل أكثر وأكثر، وهذا اللي مفروض كلنا أنه إحنا نسعي أنه نساعد المجتمع العماني والخليجي والعربي ككل. أحب أشكر جيم تي في عربية، شريك الاستراتيجي لنادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة. Ali Fawaz vous remercie ce soir d'être parmi nous. Je remercie Jim TV Arabia. Jim TV Arabia. Jim TV Arabia. Thank you.